تحول برنامج الديمقراطية الذي تبثه قناة المستقلة العراقية إلى حلبة للملاكمة بين ضيفي البرنامج بعد اختلافهما خلال النقاش، وبعد أن أتى أحد الضيوف على ذكر صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، قام الضيف الآخر بالدفاع عنه، وسرعان ما بدا الضيفان بتبادل اللكمات على الهواء، ولم يستطع مقدم البرنامج الوصول بسرعة إلى الضيفين للفصل بينهما، كما لم تقم الفضائية بقطع الإرسال، بل ظل صوت العراقي مسموعا من الكواليس لدقائق قبل وقف البرنامج. اقطع على اشبه بيه.